عليك دايما بتحب تكون مركز خاصه قبل المباريات دي، مباريات مهمه جدا جدا. بس خلينا نطمن كل جمهور النادي الاهلي، كابتن حسام بيفكر في ايه دلوقتي، يقول ايه لكل الجمهور وانت رايح لواحده من اهم المباريات اللي بينتظرها، عايز اقول الشعب المصري كله. وده للامانه مهم جدا نظرا لان البطوله بتحمل ان شاء الله باذن الله اسم شهداء النادي الاهلي زي ما احنا بنطلق عليها في مصر. وايضا الفرحه اكيد هتبقى مهمه جدا جدا، لان في مصر احنا بقالنا فتره كبيره جدا ما فرحناش على مستوى كل المجالات، مش بس. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد طبعا انت بتقولي بفكر في ايه، اكيد بفكر يعني في المباراه واشياء كلها متعلقه بالمباراه، لكن في نفس الوقت باذن الله زي ما انا قلت قبل كده ان احنا متفائلين باذن الله. ويمكن التفاؤل ده نابع من الدوافع الموجوده عند اللعيبه ورغبه اللعيبه ان شاء الله ان هي تحقق حاجه باذن الله لأسباب عديدة. يمكن أنت قلت أولها الشهداء وإهداء هذه البطولة للشهداء. في نفس الوقت أكيد إحنا دي مسؤولية كلنا متحملينها وعارفين قيمتها تجاه نادينا وتجاه جماهيرنا. بالفعل يمكن امبارح بعد انتهاء آخر تمرين وأنا يعني راجع للبيت أول مرة يعني في السنوات الكتيرة اللي أنا مشتغلتها في الكورة أحس إن في التفاف في الشارع. اي عربيه، اي ميكروباص بيقابلني، اي عربيه نص نقل بتقابلني، الناس في الشارع كلهم بيتكلموا عن المباراه، كلهم بيدعوا، كلهم يعني بيدعمونا للفوز بالكاس. فيمكن انا وانا ماشي امبارح دعيت ربنا، يعني قلت له يا رب يعني يا رب عشان الناس دي يعني ان شاء الله. فانا زي ما انا بقول ان شاء الله كلنا امل باذن الله، هنبذل اقصى حاجه عندنا، هنبقى عندنا دوافع، هنبقى هادين جدا ان شاء الله، واقصى حاجه هنملكها ان شاء الله هنعملها، وطالبين بس توفيق ربنا قبل الكلام ده كله. ده كنت سعيد بالجمهور النهارده وهو مستقبلكم اكيد في اكيد طبعا، يعني الهتافات ووجودهم وتشجيعهم لينا وتشجيعهم للاعبين وجودهم معانا ده برضو التفاف. فان شاء الله الالتفاف اللي موجود من الشعب كله، انا بقول لك امبارح حتى وانا في الشارع موجود في عربيتي وانا راجع البيت التفاف مش طبيعي، فالواحد بيبقى سعيد اما بنلتف تاني مع بعض ونبقى مع بعض. فبقول يا رب يا رب ان احنا نحقق الكلام دوت لشعبنا ان شاء الله. الكلمه اللي قلتها للعيبه بتاعتك وانت كنت عامل محاضره طبعا قصيره كده قبل التمرين، ايه الكلمه اللي قلتها لك يا كابتن حسام او اثرت ان هم يسمعوها بشكل قوي جدا ومهمه بالنسبه لك؟ لا انا كلمت لعيبتي عن الثقه، الثقه في انفسهم، الثقة في إمكانياتهم، الهدوء والتخلي عن أي حاجة ممكن تأثر عليهم. قلت لهم أنا بثق في إمكانياتكم، بثق في قدراتكم، بثق فيكم واحد واحد، ومتأكد إن أنتوا عندكم القدرة، لكن نبقى بعاد عن العصبية، نبقى بعاد عن التوتر، نلعب بإمكانياتنا، وإذا لعبنا بإمكانياتنا إن شاء الله بإذن الله نقدر نقدم حاجة كويسة إن شاء الله، ويكون دعم ربنا وتوفيقه معانا بإذن الله، فتكتمل إن شاء الله الفرحة اللي إحنا مستنيينها إن شاء الله. بإذن الله أرجع بالكاس كابتن إن شاء الله. شكرا.